ومشرفنا فيها كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق اللي هنتكلم معاه عن كل التحديات بقى اللي هيواجهها النادي الاهلي الفتره اللي جايه سواء كان محليا او قاريا. يا صباح الفل عليك يا كابتن كريم. كل سنه وانت طيب. بونجور جدا. كل صباح الهنا. الحمد لله على السلامه. وحضرتك جيت ما كنتش انا هنا؟ بجد امتى ده؟ كان من فتره بقى. من فتره. فتره طويله. اجازه بقى اكيد. والله ما انا فاكره كنت طيب. فين اصلا؟ عشان اختلف. منور يا كابتن. الحمد لله على السلامه. صباح الهنا. هبدا معاك بقى مش بالاسئله المعتاده والماتش مديامه الغاني، خلاص اتكلمنا في كل ده. انا دايما بحب ان احنا نبص للي جاي. انا دلوقتي هعود مره ثانيه والدوري ان شاء الله، وعندي بلديه المحله، وعندي لسه كمان تحديات قاريه كبيره جدا، وجماهير الاهلي بالمناسبه ما عندهاش فكره ان في اي قبول لان انا ما اخدش بطوله. خلاص انا المواسم اللي فاتت حصلت على بعض البطولات وراحت مني بعض البطولات، انا عايزه اعوض، ده المتوقع من الفريق. أنا دلوقتي لما هاجي أتكلم عن، هبدأ مع حضرتك، هسيب قاريا شوية وهبدأ بالدوري. عندنا مؤجلات كتيرة، مؤجلات مهمة جدا، طبعا ده هيفرق في الترتيب، هنعود مرة تانية إن شاء الله للصدارة، بس بداية المشوار مع بلدية المحلة، خلينا نبدأ من هنا كابتن ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا 50 يوم قبل كده فرقت بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي، يعني الكورة لما كانت واقفة 50 يوم منتخب كان موجود في كأس الأمم الأفريقية ومعظم اللعيبه الدوليين لعيبه النادي الاهلي مع المحترفين كانوا مع فرقهم. انا شايف ان دي اثرت علينا بشكل كبير جدا من ناحيه الاداء الفني بالذات، يعني التكتيكي والجانب البدني كمان، لان برضك مستر كولر لما عمل توقف خد اجازه اللعيبه، وبعدين بدا المعسكر بتاع الامارات ما كانش كافي عدد المباريات الحبيه اللي اتلعبت حوالي يمكن مباراتين، فده برضك ما يعملش الفورمه الرياضيه للاعبين. فاحنا بنعاني يعني بنعاني، وشفنا يمكن المباراتين بتوع افريقيا كان فيه معاناه بدنيه وفنيه لفريق النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لكن خبره لعيبه النادي الاهلي قدرت تتفوق طبعا في اللقاءين. بدايه الدوري العام مع البلديه، فرقه البلديه بالفرقه اللي لسه صاعده من الممتاز به، عمل نتائج ايجابيه معها مدرب واعد. عندهم طموح طبعا ان هم هيقابلوا النادي الاهلي، بقالهم سنين اكتر من 10 15 سنه ما قابلوش النادي الاهلي. اصل هيقابلوه فين؟ فطبعا كانوا في القسم الثاني تحت، فطبعا كانت فرصه بالنسبه لهم ان هم المباراه اللي جايه يقدروا يعني قدموا عرض. واكيد هم مستعدين بشكل كبير جدا، بس في نفس الوقت برضو اكيد عارفين قوه المنافس، فهم عليهم ضغط كبير جدا، وانت على الصعيد الثاني مش هنقول مباراه مرتاحه طبعا، ما عندكش مباريات مريحه، لكن لازم يبقى فيه كمان اداء فني جيد في الملعب، لان انا هقول لحضرتك ونتكلم بصراحه، حتى لما في مباريات بنفوز فيها لكن فنيا الاداء بيبقى متراجع او غير مرضي ما بننبسطش حقيقه. يعني ما بص، انا اود الاداء الجيد بيجي يعني بعدد المباريات اللي انت بتمارسيها، فالنهارده احنا مباراتين ودي المباراه الثالثه، فيعني الاداء الجيد تفنى يمكن في المباراه بطل غانا الشوط الثاني لما بدات تغييرات مستر كولر تبقى مؤثره وبدري شويه، بدا الاداء يتحسن عن الشوط الاولاني، ده هنستمر بيه كمان يمكن في مباراه البلديه، مش هنلاقي الاداء يا كريم هو تصاعدي، بيجي بالظبط تصاعدي اكتر، يعني انت كل مباراه بتلعبها بتبدا تستفاد منها بدنيا وفنيا وتكتيكيا، والمباراه اللي يليها نفس الكلام، لحد ما بتوصل ثلاث مباريات اربع مباريات خلاص اللعيبه بتبقى خلاص يعني بدات تفوق وبدات تكتسب كل العناصر اللي اذا كان بدنيه او فنيه او تكتيكيه، وبيبدا اداء النادي الاهلي يبان بقى على حقيقته. لكن زي ما قالت نهاوند كده، نتمنى ان احنا بدايه البلديه يبقى خلاص الناس تبدا تطمن بقى على اداء النادي الاهلي وشكل اداء النادي الاهلي. الماتشات اللي مع فرق زي البلديه، الفرق اللي هي قادمه من بعيد انجاز التعبير، وبطبيعه الحال عندها شغف وعايزه تثبت نفسها، وطبعا معانا التفصيله اللي هي الكلاسيكيه من قديم الازل، ان ايا كان الفريق اللي بيلاعب النادي الاهلي الفريق ده بيتغول يعني وبيتحول قدام النادي الاهلي عشان عايز يقدم يعني افضل ما عنده بطبيعه الحال. الماتشات دي بتكون اصعب من غيرها، يعني ممكن يبقى الماتش مع بلديه المحله اصعب من ماتش الاهلي مع فريق تاني اتقل او في مركز متقدم عن بلديه المحله. اكيد يا كريم، هو المباريات اللي بالشكل ده
بيبقى دوافع البلديه ممكن تكون اكتر من دوافع النادي الاهلي. هو بيلعب قدام النادي الاهلي في المباراه مذاعه للسجلات التحليليه، التحليل شغاله، الجماهيريه كمان يعني طبعا. احنا بنطالب ان عدد الجماهير تزيد كمان في مباراه الدوري العام، وطبعا حسب موافقه الامن. كل الدوافع دي للخصم يمكن بتبقى اكتر من لعيبه النادي الاهلي. وبعدين الفرق اللي غير مصنفه دي كمان بتبقى يعني ساعات بتحرج الفرقة الكبيره. احنا شفنا كاس افريقيا الصغير بقى يعمل مفاجاه بالظبط كده. فانا انا انا شايف ان المباراه ديت النادي الاهلي خلاص اكتسب خبرات بشكل كبير، راجع لبطوله الدوري العام البطوله المفضله بالنسبه له. طول عمرنا بنقول الربع ساعه الاولى بتفرق، محتاج انك انت تجيب جول عشان تفتح بقى التكتلات الدفاعيه اللي انت هتقابلها. طبعا يعني البلديه بدك من الفرق هتبقى حريصه ان هي تقول لك ايه، انا طول ما الوقت بيضيع وانا ما بيجيش فيا جول انا بكتسب ثقه، والنادي الاهلي بيفقد ثقه طبعا. فيهمني ان اطلع بالنتيجه الايجابيه، لان هو حتى في الجدول عنده المدير الفني للبلديه يقول لك الثلاث نقاط دول انا مش ضامنهم يعني مع الفرق الكبيره، بيبقى هو مخطط لنفسه. مع النادي الاهلي الثلاث نقاط صعبه، ف لكن الاداء يهمني يعني. يعني لو خرج بتعادل ده بالنسبه له مكسب، مكسب كبير جدا حتى لو 1-0 او نتيجه قريبه طبعا بالنسبه له بيعتبر. وهل ده نتيجه مكسب. هل دي نتيجه متوقعه مثلا في المباراه، ولا شايف ان هيكون في سكور لينا؟ انا لا اتوقع الحقيقه هيبقى في سكور. هو بس عشان نود ان احنا كان عندنا مجموعه اصابات برضك يمكن حوالي 7-8 لا واصابات تقيله يعني يالي ديانج لوحده الاصابه برضك يعني بالنسبه لنا مؤثره. حاله المهاجمين يعني لسه رضا راجع بياخد ربع ساعه، الراجل الفلسطيني وسام برضك بياخد ربع ساعه، يعني واضح ان جاهزيه المهاجمين لسه. مودست لسه المكنه ما جابتش قماش. لا والله جابت، ندعت يعني ندعت ندعت حلو. شفنا اسيست لوز اللوز الحقيقه في الفتره الاخيره. وطبعا وسام ابو علي برغم انه لعب دقائق معدوده لكن تقدر بسهوله تستنتج من خلال الدقائق دي ان انت لعب بصدد تقرا يعني. هو الراجل برضك اتعامل معاه لانه كان مصاب، مستقر اداله اخر ربع ساعه، ادى رضا لاخر ربع ساعه برضك راجعين من اصابه. حسين الشحات طبعا موجود في الحاله الفنيه بقاله سنتين بشكل كبير. كهربا بعيد عن المباريات خالص من المنتخب، بعيد خالص عن المباريات. طاهر برضك ما اداش الاداء المردود اللي احنا. بيتس طبعا جاي مجهد من البطوله الافريقيه، جنوب افريقيا لعبت حوالي 7 مباريات وهو لعب كل المباريات، فطبعا مجهد. ديانج مصاب من برضك كاس الامم. فرصنا واصله في البطوله دي لفين؟ يعني تعالى نجيب من بطوله الدوري العام الى اي درجه، دوري ابطال افريقيا الى اي درجه ممكن النادي الاهلي يعني يصل فعلا للقاء النهائي ويفوز باللقب؟ احنا كريم بقالنا سنتين او ثلاثه بنتعطل في المجموعات، يعني يا اما اول يا اما ثاني، وبتبقى في ظروف صعبه قوي جدا بالنسبه لنا. لكن لما بنخش بقى المرحله الاقصائيه بيبان بقى معدن النادي الاهلي، بيبان خبره النادي الاهلي. وكمان نكون احنا اكتسبنا اول المصابين يكونوا رجعوا لمكانتهم الطبيعيه، بداوا يخشوا في اجواء المباريات وياخدوا فورمه المباريات. انت كمان بتبدا تزيد من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه بعدد المباريات اللي انت بتلعبها. فهنا بقى بيبان خبره النادي الاهلي وبتبان خطورته. وكل فعلا الانديه عارفه النادي الاهلي لما بيوصل لهذه الادوار لا خلاص بيبقى عينه على البطوله. كل اداؤه وشغله إيه ان ازاي يوصل للبطوله من خلال المباريات المتبقيه. فعشان كده احنا مش قلقانين، احنا كنا بنتمنى بس النادي الاهلي يدخل اول عشان يبعد عن الحاجات. لو تاني ممكن تقابل حاجات يعني مصنفه بشكل كبير جدا افريقيا، لكن اول بتبعد. فانا شايف النادي الاهلي بقى عندنا خبرات يعني 11 بطوله، فاديتنا ثقه واديتنا خبرات بشكل كبير جدا ازاي نتعامل مع المتدرجات اللي هي من مرحله لمرحله. لما نوصل للمرحله الاخيره بيبان بعد البطل بقى، بتبقى الفرقه اكتملت، ثبات التشكيل بيبقى موجود، معظم اللعيبه المؤثره بتبقى موجوده داخل الملعب، الخبرات موجوده. فكل ده بيفرق معانا بشكل كبير جدا في
وصلنا للهدف اللي احنا بنسعى ليه وهو البطوله ال 12 ان شاء الله هذا العام. طيب انا هسال اسئله شويه ممكن تبقى يعني مش صعبه بس ممكن يبقى فيها احراج. في امتحان ده النهارده ربنا يستر. يعني حوار صريح جدا. يعني خليك اتكلم. خايف انا بسالتك انت. بس ما هديت لك اهو. هديت لك فكره. لو على قد ما اقدر حب احمينا اصل ده النادي الاهلي برضه. لا ما اقدرش. ربنا يستر. ليه انا مؤخرا بقيت كجماهير بحس ان انا ممكن اكون بفوز بس بفوز بصعوبه، حسيت ان اللعيبه بتاعتي ومع احترامي بقى للكلام اللي هو اصل مجهد اصل مصاب على مدار التاريخ والاجيال كلها اللي احنا الماضيه اللي كنا بنشوفه العصر الذهبي بتاعنا كان بيحصل فيهم كده واكتر، بس عمرك ما كنت بتشوف اللاعب اداؤه مش مرضي بيدي بس مثلا 30% في الملعب، ده ما كناش بنشوفه، دلوقتي احنا بنبقى داخلين فعلا يعني مباريات سهله جدا، المنافس بتاعنا بعيد جدا سواء على المستوى القاري او المستوى المحلي. بيبقى ايدك على قلبك. يا عم اكسب بقى يا عم خلصت المباراه من اول شوط. مهمه قوي اللي بتكلم عليها. للاسف انا بقول الاختيارات اللي احنا اخترناها، التدعيمات اللي احنا دعمناها، يعني السكواد بتاعنا مثلا التدعيمات لسه برضك يعني ما خدتش وضعها وثباتها في التشكيل فبتختلف. يعني رضا بيدينا مثلا ربع ساعه، لا احنا عايزين رضا لما يرجع حالته الطبيعيه يدينا مباراه كامله. طب ده بالنسبه للقادمين جدد. لكن السكواد الاساسي بقى بتاعك اللي هو بقاله مع بعض سنين اللي موجود ساعات يا كريم برضه تحس كده ان اللعيبه بتستسهل. هتقول لك يعني انا هكسب بقى واقبلك منافس سهل بعيد في الارقام كان وبعدين نزنق نضطر بقى نشتغل من امتى كنا بنقعد نحسب حتى يعني اصل احنا هنا لو ده فاز وده خسر والحسابات بتاعتك ما. لكن احنا زي ما نهاوند قالت عايزين الثبات بقى، ثبات التشكيل وثبات الاداء اللي اتعودنا عليه بالظبط. يعني احنا بدنا سنتين واصلا ايه اللي بيخلي لاعب معروف بقاله فتره طويله بادائه المحترم وبامتلاكه لادواته وفجاه يعني وارد ان هو يبقى بعيد نسبيا عن مستواه، لكن ساعات بتلاقي اللاعب من دول، وانا هنا مش بتكلم على لعيب النادي بعينه، بتكلم على اللاعب المصري في المطلق، ليه ساعات لما بيبعد ساعات بعيد قوي عن مستواه بشكل كانك بتتفرج على لاعب تاني مش ده اللي انت عارفه. ما بص يا كريم خد بالك برضك تواصل المواسم مع بعض بقالنا 3 سنين اللعيبه ما ريحتش، انت بيجيلك فتره كده بتمل وبتزهق حقيقي يعني. وبعض المدربين بيبقوا اذكياء بيضطر يبعد يدي اجازات. يعني انا فاكر الكابتن جوهري، انا واحد من الناس قعدت 3 سنين بروح منتخب ونادي وافريقيا و و و فجه في فتره كده هو حس ان مستواك بيبدا ينزل يعني راح مستبعدك، قال لك خد اجازه اسبوع اهو روح اي مكان بقى افصل. فانت ساعات بتتعامل مع اللعيبه اللي انت شايفها اللي بقاله 3 سنين شغال بين منتخب وبين افريقيا وبين نادي وبين يعني ولا احنا يعني الجماهير ممكن تبقى متطلبه زياده حبتين في بعض الاحيان. هو طول عمر جماهير النادي الاهلي كده، هو طول عمر جماهير النادي الاهلي عايزه البطوله، عايزه الاداء بس عايزه الاداء الجيد يعني بالظبط، وده كان غايب بصراحه. ده حقهم لان خلاص احنا عودناهم على كده. يعني ضلع من اضلاعنا دلوقتي اللي مؤثر بشكل كبير جماهيرنا. طبعا. وجماهيرنا كمان يا كريم نهاوند ما عندهم ثقافه ووعي. لا حاسين باللعيبه لما بيحصل اخفاق او بيحصل هبوط في المستوى تلاقي جماهير النادي الاهلي راحت الجزيره وبدات تخش التدريب وبدات تشجعك وبدات تقف جنبك. ده وعي كبير جدا من جمهور النادي الاهلي العظيم بصراحه. يعني فجماهير برضك بتحس باللعيبه وعارفه ان اللعيبه ديت لما بتبقى في حالتها الطبيعيه هتستمتع من الاداء، وده اللي بنطلبه من اللعيبه. احسن حاجه يا كريم 90 دقيقه المباراه اللي هتلعبها. يعني انت بقى في الاحترافيه اللي احنا عايشين فيها انا بفضل اجهز نفسي طول الاسبوع عشان اللقطه دي طبعا 90 دقيقه دي اللي انا هتمتع فيها وهمتع جماهيري العظيمه. يعني بعض المدربين العظام مثلا زي هدوكوتي كان يقول لك ايه واحد فانتازيه، انا عايزك النهارده تنزل تعمل واحد فانتازيه. واحد فانتازيه كان بلغته هو يعني ترقيصه حلوه اوفر جميل يعني بلغه الكوره تصويبه في الجول بشكل مش عارف ازاي جماليات متع الجماهير. انت يعني الجماهير عايزه وهي بتتفرج كده زي المسرح، زي ما يبقى يطلع الممثل على المسرح ويبدا يعمل افيهات كده جميله. ويا ما اكتر ما ظهر الفانتازيه في الزمن ده وجيب ده حضرتك كان كل واحد فيكم اتقل من الثاني الحقيقه. وهم اللعيبه ديت كريم خد بالك عندهم من الحرفيه وعندهم من الحرفنه وعندهم من المهاره
ومن الاداء انه يعملوا الكلام ده. طبعا يعني طبع. يعني اقول لك حاجه، مثلا وليد صلاح الدين كان لازم يمسكها عشان يخش المود المباراه، يعمل لك ترقيصه اثنين، وخبر الخطيب نفس الكلام، يعمل لك واحده مهاره عامله ازاي، استلام عامل ازاي، تصويب عامله ازاي. حازم امام لازم، حازم امام مش هيخش المود ويخش اجواء المباراه الا ما يعمل ترقيصه بلمسه بلمستين. فالنهارده في لعيبه موجوده من اللعيبه بتوعنا، مهم جدا يعني انك انت لازم تشد جماهير، لازم تبدع في ادائك، ما يبقاش الاداء روتيني باص وتسليم وباص وتسليم. لا ده جزء من المهاره، لكن حتى عشان يسمعوا اهات استحسان بالظبط كده. احنا الاهات يا كريم مع الاسف، انت زمان في الاستاد الراجل اللي ساكن في العباسيه كان بيسمع الاهات بتاعت استاد القاهره مدينه نصر كلها. بتسمع الاهات بتاعت الجماهير، الاهات مع كل لعبه طبعا طوال ال 90 دقيقه، جميل عمال فالكلام ده النهارده مع الاسف ما بقاش شايفينه يا نهاوند. لا والله لسه شايفينه على مستوى الانديه، يمكن على مستوى المنتخب ما بقى مش موجوده تماما يعني. لا والانديه كمان والله يعني وعلى مستوى الانديه حتى اللاعب اللي عنده النوع ده من المهارات برضه متعطل بشكل او زي احمد عبد القادر مثلا. بالظبط يعني معطلان ليه؟ ايه اللي معطله؟ فاهم قصدي؟ وهو يمتلك النوع ده هو بيزودها يا كريم، بيزودها ربنا بيديله مهاره. بس هو ايه يعني مزودها بيرقص وبعدين يروح مرقص تاني راجع مرقص تالت. لا خلاص انت عديت خلاص بالترقيصه جميله، خلاص العب بقى السيستم مع زمايلك ساعد. طيب دي برضك من ضمن الحاجات اللي اكيد مستر كولر بيقول للعيبه عليها. في نفس الوقت محتاجين من المحاضره لمستر كولر ان هو يعني يبدا ينقل جزئيه من الحرفيه دي للعيبه. انا عايز متع نفسك يعني يعني الكره جايه لك هتستلمها بشكل ازاي، هترقص بشكل ازاي، هتأدي مهاره بشكل ازاي. الكلام ده كله بيفرق. بيفرق، بيدي ثقه للعيب، وبعدين بيخوف اللعيب الاخر او الخصم الثقه. طب انا همسكه ازاي، هتعامل معاه ازاي، هضطر اخبطه بقى، اخبطه فاول كارت اصفر ممكن طرد. طبعا انا عايز امنع بقى المهاره دي، همنعها ازاي؟ تمام. طيب عشان الوقت نروح لكل الملفات، لو هروح دلوقتي قاريا، انا عندي عامه بلديه المحله خلاص ان شاء الله بكره، بعد كده عندي يوم الجمعه يانج افريكانز، فمباراه لازم تكسب يعني، ما لازم تكسب وسهل ان هي تكسب بصراحه يعني مش صعبه. بس خليني اروح مع حضرتك انا وكريم برضو لرؤيتك لهذه المباراه، المفروض النادي الاهلي يلعب ازاي؟ يانج افريكانز توقعاتك برضو هيبدا المباراه ازاي؟ احنا في البلديه طبعا احنا بقالنا يمكن 6 اسابيع لعبنا، ست اسابيع افتكر من عمر الدوري، ويمكن دي المباراه السابعه بالنسبه لنا يعني. مهم جدا طبعا زي ما احنا قلنا البلديه يعني خصم هيبقى مش سهل، لكن النادي الاهلي هو اللي يسهل المأموريه من بدايه المباراه. يعني هو الفتره اللي فاتت مستر كولر عشان اصابات فهو بيجهز لعيبه، هو مش قادر يوصل للثبات، الثبات اللي كان موجود في كاس العالم للانديه في السعوديه ثم السوبر، هو ده اللي خلانا تفوقنا بثبات التشكيل. احنا لسه مش قادرين نوصل للثبات، هو مش قادر يوصل لثبات التشكيل بسبب الغيابات وسبب الاصابات اللي موجوده، فهو بيجهز وبيدور بلغه الكوره اللاعبين. ففي لعيبه هتبقى بتشارك وفي لعيبه بتبدا تشارك في الشوط الثاني، لكن لسه ما وصلناش ده السكواد الكامل يعني، مش قادرين نقول مين ممكن يبقى التشكيله الاساسيه اللي ممكن. والتشكيله اللي هتبقى مع بلديه المحله انت حضرتك شايف برضو هتبقى بنفس التشكيله اللي هتبقى مع يانج افريكانز. بالظبط كده، بس هو ممكن يكون التغيير في لاعب او اتنين او ثلاثه، هو تملي مستر كولر بيفكر في كده. ليه بقى؟ لان هو برضك عامل حسابه ان هو بيلعب في كذا بطوله، فهو مش عايز برضك يهلك لعبته، مش عايز فبيضطر يدي بعض العناصر اللي هي هو عنده الخريطه موجوده من الاساسي ومن الاحتياطي. طبعا مش عايز اقول الاحتياطي، عايز اقول البديل. فهو دلوقتي بيلعب في الحته دي،
ويانج افريكانز برضو كارقام انت مش بعيد عني قوي، يعني انا متفوق عليك من ناحيه الفوز، عدد مرات الفوز، بس انت برضو مش بعيد، الفوارق قليله جدا، يمكن يعني نقطه او اتنين، فبتشوف ده برضو ازاي؟ وكسبانين لسه شباب المباراه اللي فاتت برضو هيجوا لك منتشين، برضو هيجوا بقى منتشين فعلا بعد فوز القوي ده، ولا هيجوا بالعكس مجهدين الى حد كبير لان هم بذلوا مجهود برضو؟ لا انا خايفين، خايفين من الاهلي بصراحه، يعني الاهلي عامل رعب لافريقيا والفرق الافريقيه. لو هيجوا خايفين يبقى احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. مع كابتن ماهر همام اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي وقفنا معاه في الكلام عند تفصيله الماتش اللي جاي بقى افريقيا. طبعا النادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه الجاي عنده ماتش مهم جدا، بنتكلم على ماتش يانج افريكانز، وبنتكلم على مشوار النادي الاهلي الافريقي بشكل عام. وحتى كنت بسأل حضرتك من شويه، شايف المشوار ده ممكن ان شاء الله يوصل بينا للنهايه؟ ان شاء الله ان شاء الله، في ضوء اللي احنا شفناه وفي ضوء معرفتك بالفرق المنافسه وامكانيات اللعيبه المنافسه نقدر نستنتج ده. يعني بصراحه كمان التدعيم اللي احنا عملناه كان فيه توفيق قوي. يعني احنا لما جبنا وسام وجبنا رضا ومودس، لو الامور مشيت ان شاء الله برضك هيبقى في الصوره، عندنا تدعيم في الحته الضمانيه دي تدينا ثقه بصراحه. يعني يقدر مستر كولر ان هو يعتمد بشكل كبير جدا مش على ثلاث مهاجمين بس او ثلاث لعيبه في الحته الضمانيه، لا ممكن يبقى ست لعيبه، وده طبعا كمان بيديك سكوت جميل جدا وبيديك ثقه ان التلت الهجومي في النادي الاهلي من اخطر الخطوط اللي موجوده في افريقيا والعالم العربي. ومباراه البلديه هتبقى بروفا للمباراه يانج افريقيا، بروفا بقى الناس تبدا تطمن على النادي الاهلي عودته مره ثانيه للدوري العام، ودي البطوله المفضله بالنسبه لنا. والنادي الاهلي عنده مؤجلات، يعني ما كانوا في الترتيب الناس ما تقلقش، يعني احنا متعودين على كده طبيعي. يعني لكن مع عوده الدوري النادي الاهلي بيبدا بقى خطواته لحد ما يوصل طبعا المركز المفضل بالنسبه له، المركز الاول او قمه الجدول. ولما يوصل قمه الجدول خلاص بقى كل سنه وانتم طيبين، بيبدا يحافظ عليها لحد ان شاء الله لما يحقق لنا بطوله. اما البطوله الافريقيه فاحنا مطمنين جدا جدا خلال الفتره اللي جايه، مباراه يانج زي ما قلت لك يا كريم، وهم خايفين وقلقانين من النادي الاهلي، عارفين قيمه النادي الاهلي افريقيا وعربيا. هم يهمهم كمان يحافظوا على المكان اللي فيها، لان هو عايز يطلع تاني مع النادي الاهلي في هذه المجموعه. وانا شايف ان مباراتهم هتبقى بمنتهى الصعوبه في القاهره، النادي الاهلي برضك بيحب انه يلعب المباريات ديت، الاداء فيها ان شاء الله هيبقى اداء مميز، والنادي الاهلي برضك عينه على الثلاث نقاط وعينه على المكسب. وطول عمره بقى هيبقى له قول برضه كالعاده. نعم الجمهور طبعا هيبقى له قول طبعا، يعني جمهور النادي الاهلي وهيبقى 30,000 المره دي مش كده؟ يعني جمهور النادي الاهلي كمان لما بيزيد هيحمس اللعيبه اكتر، هيشجعهم اكتر، هتبقى الاثاره اكتر بشكل كبير جدا في المدرجات، ويعني الناس هتستمتع زي ما قلنا في كلامنا في بدايه الحلقه. مهم جدا اللعيبه كمان تمتع الجماهير اللي جايه دي، يعني العوائل المصريه، البيت المصري، الراجل ومراته واولاده الاهلاويه اللي رايحين يتفرجوا على النادي الاهلي ويستمتعوا فعلا، يبقوا جايين بيستمتعوا داخل الملعب وخارج الملعب وهم خارجين مبسوطين من اداء النادي الاهلي، وبيطمنوا على النادي الاهلي خلال مشواره اذا كان الدوري العام او الافريقي. طيب كابتن ماهر، في ملاحظه وعايز اعرف راي حضرتك فيها برضه، دلوقتي انت بتتكلم عن يعني افريقيا، في انديه كتيره جدا ابتدت وفرق كتيره جدا ابتدت ان هي تتطور بشكل كبير، وفي نفس الوقت برضه الخبرات بقت افضل، الاستعانه بمديرين فنيين افضل بخبرات برضه اوسع وخبرات مختلفه، مش بس افريقيا، لا انت كمان بتجيب ناس عندهم خبره عالميه، ده كله بيؤثر في تطوير هذه الفرق، وبالتالي انت التنافس بينك وبينهم كنادي اهلي برضه بتبقى فيه صعوبه، وده اتكلم سنه عن سنه او موسم عن موسم وبطوله عن بطوله. بتشوف احنا قادرين نواكب التطور اللي بيحصل للفرق الافريقيه دي، ولا انت ما زلت برضه عند نقطه وواقف عندها ومحتاج تسرع نفسك شويه عشان ما يحصلش معاك زي اللي حاصل مع المنتخب بصراحه؟ ده سؤال جميل يا نهاد. انا عايز اقول للبطوله الافريقيه اللي فاتت ديت بصراحه، يعني كان فيها قوة وسرعة وأجسام ومهارة وتكتيك،
لو هنقارن احنا فين من الخمس عناصر دول، هنلاقي المهاره بس اللي موجوده. احنا شفنا الافارقه الصغيرين عملوا مع الكبار، احرجوا الكبار، لينا قوه وسرعه ومهاره وتكتيك واجسام. النهارده لازم يبقى في تطوير في شكل واداء الكره المصريه، مش مهاره بس، لا ده انا عايز مهاره عشان كمان اواكب الصغير اللي جاي ده. يا كريم يا نواند، هيعمل لي مشاكل في كاس افريقيا اللي في المغرب هنعاني. احنا النهارده مصر طلعت من الادوار الاولانيه، فما ينفعش بتاريخنا دوت وانجازاتنا دي وسبع مرات حاصلين على البطوله. طب واحنا ليه اقل تطورا من غيرنا، علما بان احنا الاساس عندنا طول عمره من قديم الازل اتقل بكتير قوي من غيرنا. انا كمان عايز بس ارد على سؤال نهوان، ان سان داونز خد بالك بقى عامله زي زمان كوتوكو كانت ماشيه معانا خطوه بخطوه. فالنهارده طلع لنا سان داونز مشكله المشاكل، بيلعب لاخر للمركز الثالث ومعظم قوامه 8 لعيبه ل 10 لعيبه في المنتخب جنوب افريقيا من سان داونز. يعني بقى زيه وزيك طبعا، بل بالعكس هو كمان يمكن رجالته وصلوا للادوار اللي قبل النهائيه واحنا ما وصلناش، فهيبقى مشكله. يعني احنا عامل لك قلق او ده الواقع، عامل لك قلق. واحنا شفنا بصراحه مستوى اللعيبه بتوع سان داونز موجودين في الدوره كان على اعلى مستوى، دي من ضمن الحاجات اللي احنا فعلا لازم نحط عينينا عليها. لان احنا في مشوارنا ممكن نقابل سان داونز في النهايات، وهتبقى يعني طبعا الكفتين فيها شيء من الصعوبه. المنتخب عندنا بعيدا بقى عن النادي الاهلي، المنتخب يعني ده عشان كمان الوقت خلاص بيوشك على الانتهاء، ناقصه ايه؟ زي ما قلت لك كريم، يعني احنا اولا اختياراتنا للعيبه كابتن حسام طبعا نتمنى التوفيق، حسام حسن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. واتاخر توليته لمهمة المنتخب القومي، اتأخرت لكن سبحان الله يعني هو كل شيء بمعاد، كل شيء بمعاد، ربما ده الميعاد الأفضل بالمناسبة. أنت يعني خلاص جايبه على اقتناع بقى مش ضغط، أخفاق الخواجة فيتوريا ومنتخب مصر، فأكيد هندور على مصر. مصري هو حسام حسن أنجح واحد موجود في هذه المرحلة. حسام لازم اختياراته هو كريم زي ما قلت كده تبتدي تتبني على كده، ال 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 القوة، السرعة، الأجسام، المهارة، التكتيك. فالتكتيك ده آخر حاجة للمنتخبات. العناصر دي كلها المفروض النادي يبني، النادي يبني عشان لما اللعيب يروح المنتخب هو ما يراجعش على الحاجات دي. هو النوادي بعت خلاصة أبنائها. يعني ما يبنيش هو على الحاجات دي، يبني على أهم حاجة اللي هو التكتيك اللي هو هيلعب بيه في المستوى الأعلى. فأنا عايز أقول إن إحنا لازم من تحت، من تحت نغير كل مفاهيمنا بقى. لازم نجيب مدرب احمال اعمار سنيه، لازم الاولاد يخشوا الجيم مره في الاسبوع، لازم ندور على الاجسام الكبيره زي كره اليد. كابتن حسن مصطفى بصراحه التجربه اللي عملها مع منتخب اليد ما زالت منتخب اليد بصراحه طبعاً. من حقيقي طبعا خلينا برنامجكم مشرفنا، صحيح اختاروا الاجسام، راحوا الصعيد وراحوا بحري وراحوا قبلي وراحوا قبلك، اختاروا الاجسام، اختاروا الكف في الايد، اختاروا الرجل ال 43 القصبه اللي عامله ازاي. 43 مين يا كابتن باه؟ 47 وانت طالع. الموضوع تاني خالص. هو 43 ده ماشي. فالنهارده لازم يا كريم ندور على الحاجات دي عشان تفرق معانا. صحيح. لان فعلا افريقيا يعني بياخدوا خطوات بسرعه. الفرق الغير مصنفه بياخدوا خطوات كمان. كمان اللعيبه المصريين اللي مواليد اوروبا لازم ندور على اللعيبه دي. يعني المصري اللي موجود في اوروبا اللي هو عايش في الاجواء الاحترافيه الصح اللي بيتربي بقى يعني من الصغر بيشرب لبن وياكل. على فكره في منهم كتير عندهم استعداد يجوا، بس القصه ان انت لازم تبقى برضو بتقدم له يعني. وبدنا نشوفهم لو كانوا مراحل سنيه ناخدهم مع منتخباتنا، لو كانوا اكبر من كده ننضموهم للمنتخب الاول، فدي مهمه. كابتن ماهر كالعاده بجد استمتعنا، بس الوقت خلص. شكرا ليك جدا. شكرين جدا. بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، نورتنا. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.